عرفت اتصرف وعديت اليوم وجبت كوبايه من المكرونه وسلقتها وضفت عليها شويه مكونات موجوده عندك في البيت. قبل ما نبدا في فيديو النهارده كل اللي بطلبه منكم دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. كوبايه من المكرونه سلقتها، اي نوع مكرونه عندك انت تحبيه، تحبي تستخدميه، متبقي عندك اللي تحبيه، ضفت عليه شويه توابل بسيطه جدا، كزبره، كمون، فلفل اسود، وسبع بهارات، ومعلقه صغيره من الكاري. ضفت عليهم سر حلو قوي وهو رشه بسيطه من النعناع الجاف. زودت الملح وما كتروش الملح، وشويه من الخضره اللي عندك. اللي عندك بقى، عندك بقدونس، كزبره، شبت، عندك الثلاثه مع بعض مش هنقول لا. كمان ضفت عليهم بصلايه كبيره شويه، وكمان بطاطسايه كنت سلقاها، وحدتين كده من البيض، وضفت الملح وما كتروش ملح، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبت كل المكونات دي مع بعض لحد لما شربوا من التتبيله اللي انا ضفتها عليهم. هتبقى معاكي بالشكل دوت، ونبتدي على طول تجيبي الكبه بتاعتك الحلوه دي وتنزلي بكل المكونات مع بعض. انا هنا عايزاكي لما تسلقي المكرونه تسلقيها سلق كامل، يعني بمعنى اصح كده توصليها كده لمرحله ان هي تعجن معاكي، بس اهم حاجه تصفيها كويس ومش عايزه يبقى فيها اي سوائل. ببتدي ان انا اضرب كل المكونات ديت مع بعض لحد لما توصل معاكي للقوام اللي انت شايفاه معايا ده. القوام اللي انتوا شايفينه معايا ده قوام مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، وفي نفس الوقت بيلزق. طب نعمل ايه لو احنا ضربناها وطلعت معانا سايله على الاخر؟ نعمل ايه في الوقت ده؟ هتضيفي دقيق وتضربي، تضيفي حبه دقيق وتضربي لحد لما تتماسك معاكي. في الوقت دوت انت طبعا بتعملي ايديكي طبقه من الزيت عشان تقدري ان انت تشكليها. عايزه تعمليها بقى صوابع، عايزه تكوريها زي ما انا كورتها كده. الحقيقه الصوابع بتتعبني قوي، بقعد كده اعمل صوابع كتير بتاخد معايا وقت، لكن لما بعملها كور كده بتنجز معايا. وغير كده وكده الكفته اللي انتوا شايفينها معايا دي، الكدابه اللي احنا عملناها النهارده دي، ممكن تعملوها بشكلين، انتوا اختاروا انتوا عايزين تعملوها ايه. انا عن نفسي كنشوه اكلتها سندوتشات زي ما تشوفوا معايا كده، اللي انا كنت عايزه اعمل حاجه سريعه وسهله وما تاخدش مني وقت. لكن انتوا ممكن تعملوها زي كفته الرز، يعني ممكن تعملي لها بقى صلصه، وتعملي لها بقى صلصه بصل او صلصه ثوم. معرفش انتوا بتحبوا بقى كفته الرز بصلصه الثوم ولا البصل، انزلوا بقى واكتبوا لي. وشويه رز بالشعريه وتبقى عملتي اكله متكامله العناصر الغذائيه. اما لو انت مستعجله زيي فممكن بقى تعمليها سندوتشاتك مع شويه خضره وهوت صوص كده، تبقى حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان هي بقى لما تيجي تاكليها بتبقى هشه وجميله، الله على طعمها. حاجه كده ايه بره الصندوق، اختراع جديد غير كده وكده، اقتصادية بنسبة 100%. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، كمان منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا الاكلات السريعة والاقتصادية وعلى قد الايد الى حد ما. يلا اشوفكم بكرة بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.